قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. في مفوضية الشرطة أدخل هو وتلك المرأة التي تحمل رضيعاً مكتباً به ضابط أبلغه بأن هذه المرأة تتابع رجلاً قال لها إنه ولدك، أقامت معه علاقة نتج عنها حمل وولدت هذا الرضيع الذي تحمله. كرر المدني ما قاله آنفاً وأكد أنه مقيم في فرنسا وأنه لا ولد له. كان الضابط ينظر في أوراق وضعها على مكتبه ودون أن يرفع رأسه سأل المدني: فمن يكون حميد إذن؟ جميلة والصباغ في شارع قدور الورطاسي بوجدة، قلة من الناس كانوا يعرفون المدني بن عامر. أغلب الذين يعرفونه من سكان المدينة العتيقة حيث ولد وأمضى العقدين الأولين من حياته قبل أن يهاجر إلى فرنسا في العام 69-900 و1000. وقد حرص كما يفعل مهاجرون كثيرون على أن يبني منزلا في مدينته وجدة. ولأن المدني لم يرزق الولد، فإن من أقربائه ومعارفه من تساءلوا وقتها عن الجدوى من أن يبني منزلا في وجدة. ثم إنهم كفوا ألسنتهم لما قام بنيان منزله ذاك في شارع قدور الورطاسي. ولما اكتمل وتم تجهيز المنزل وتأثيثه وقد استغرق ذلك بضع سنين، أقام وليمة دعا إليها أقرباءه وأصدقاءه، نساءهم ورجالهم وأطفالهم، كما دعا الجيران الأقربين وثلة من حفظة القرآن الكريم. كان ذلك في صيف العام 87-900 و1000. صدحت الحناجر بترتيل القرآن الكريم وتلاوة الأذكار، واختتمت تلك الليلة قبيل مطلع الفجر بصالح الدعاء للمدني وأهله. بعد بضعة أيام شد رفقة زوجته مليكة الرحال عائدين إلى مدينة بوردو حيث يقيمان. لاحظ الجيران أن أحدهم كان يأتي إلى المنزل من حين إلى آخر يتفقده، وظنوا أنه من معارف المدني بن عامر وأنه أوكل إليه شؤون ذلك المنزل كدفع فاتورات الماء والكهرباء وما شابه ذلك. وكان شائعا زمنئذ أن يكلف أحد المهاجرين من معارفه من يرعى له مصالحه إن في الإدارة، وخاصة ما يتعلق بالسكن. كثيرون من بين المهاجرين الأوائل كانوا يعتبرون كراء منازلهم مغامرة ويفضلون الإبقاء عليها مغلقة. بعد تلك الوليمة الفخمة لم يأتي المدني إلى وجدة سنتين متتاليتين، واستمر ذاك الذي حسبه الناس من أقاربه يتردد على ذلك المنزل، وشهد مرات يرافقه شخص أو اثنين، بل إنه صار يمضي هناك ليلة أو ليلتين من وقت إلى آخر. ولأنه لم يكن فيما يقوم به ما يزعج، فإن الجيران صرفوا نظرهم عنه. الذين رأوه عن قرب قدروا أنه كان في مستهل العقد الرابع من عمره. لا أحد كان يعرف اسمه ولا طبيعة علاقته بالمدني. كان يأتي إلى ذلك المنزل في أوقات تخف فيه الحركة في شارع قدور الورطاسي وتكون في مستوياتها الأدنى. كان يأتي ظهيرة أيام الأحد أو في ساعات متأخرة من الليل، وقد يكون ذلك ما حال دون نشوء علاقة ما بينه وجيران المدني بن عامر. في صيف العام 89-900 و1000، ذات فجر من بدايات يوليوز، وصل المدني وزوجته. أدخل سيارته المحملة بمتاع كثير إلى المرآب وأقفل الباب، وفضل ألا ينزل ما تحمله سيارته إلا بعد أن ينال قسطا من الراحة. لم يستيقظ إلا عصرا، وأمضي ما بقي من النهار في ترتيب الشقة التي نزل بها. كان في برنامج عطلته لتلك السنة أن يمضي مع زوجته بضعة أيام في السعيدية يستمتعان بالبحر. في اليوم التالي خرج للتسوق. وقتها فقط التقى بعض الجيران. ولما انقضى الأسبوع الأول على وصوله، فوجئ صباح ذات يوم بمن يقرع جرس منزله قرعا متواصلا أفزعه. لما أجاب جاءه صوت يخبره بأنه من الشرطة وأن عليه أن يفتح الباب. التفت إلى زوجته مليكة وقد بدا مستغربا، قال لها إنها الشرطة.
ارتدى عباءته ونزل السلم. لما فتح الباب وجد رجل شرطة ومعه امرأة تحمل رضيعا. التفت الشرطي إلى المرأة الواقفة خلفه وسألها: هل هو هذا؟ لا، ردت المرأة، ولكنه ابنه. كان المدني ينظر مستغربا. أضافت المرأة التي تبدو في منتصف العشرينات أن الشخص الذي تطلبه يشبهه حقا. لم يقوى المدني على التريث أكثر، فقد اشتم رائحة قضية لا صلة له بها، لا من قريب ولا من بعيد. قال للشرطي: أظنكم أخطأتم العنوان يا سيدي، فأنا مهاجر أقيم في فرنسا، أنا وزوجتي ولا أولاد لنا. عادت المرأة لتتكلم بينما انطلق بكاء رضيعها. إذا لم يكن ولده فإنه أخوه. كان المدني ينظر إليها مشدوها. قال الشرطي: عليك أن ترافقني إلى المفوضية. استأذن لتغيير ملابسه وإخبار زوجته بهذا الموضوع الطارئ. فوجئت مليكة بهذا الأمر، وتملكها الخوف من أن يزج بزوجها في متاهة تلتهم ما تبقى من أيام العطلة. حاول المدني أن يهدئها ويخفف من روعها ونزل السلم. في المفوضية أدخل هو وتلك المرأة التي تحمل رضيعا مكتبا به ضابط أبلغه بأن هذه المرأة تتابع رجلا قال لها إنه ولدك. أقامت معه علاقة نتج عنها حمل وولدت هذا الرضيع الذي تحمله. كرر المدني ما قاله للشرطي الذي رافق المرأة، وأكد أنه مقيم في فرنسا وأنه لا ولد له. كان الضابط ينظر في أوراق وضعها على مكتبه، ودون أن يرفع رأسه سأل المدني: فمن يكون حميد إذن؟ لا أعرف أحدا بهذا الاسم. أليس لك شقيق اسمه حميد؟ لا سيدي، ليس لي إلا شقيقة واحدة، شقيقي الوحيد توفي قبل سنوات. التفت الضابط إلى تلك المرأة الشابة: هل لديك ما يثبت صلة ما لهذا الرجل بذاك الذي وعدك بالزواج ثم اختفى؟ نعم سيدي. أحس المدني بموجة ساخنة تكتسحه وتجري منه مجرى الدم، ثم جاء صوت الضابط: ماذا لديك؟ أخرجت من حافظة نقود جلدية مفتاحا أرته للضابط وهي تقول: هذا مفتاح باب المرآب في منزل هذا الرجل الكائن في شارع قدور الورطاسي. سلمت المفتاح إلى الضابط الذي قال: سنرى إن كان ما تقولينه صحيحا. ثم قرع جرسا ووقف شرطي بباب المكتب. بعد نصف ساعة انتقل الجميع إلى شارع قدور الورطاسي، وثبت أن المفتاح الذي كان مع المرأة مفتاح باب المرآب في منزل المدني. أنا لا أعرف هذه المرأة، ولا أعرف هذا الذي سميتموه حميد، وأستغرب كيف أن مفتاح مرآبي وصل إلى يد هذه المرأة. كذلك قال المدني بمرارة. قالت المرأة: أنا أعرف الطابق الأرضي لهذا المنزل مترا مترا. أحس المدني بأنه صار في صلب قضية لم تعد من قبيل الخطأ في تحديد هوية شخص مطلوب للعدالة. يسائل نفسه كيف حدث هذا. لا يذكر أنه ترك مفاتيح منزله لأي كان، لا يذكر. عاد الجميع إلى المفوضية ودونت المعطيات الجديدة في محضر. تبين للمدني أن المرأة لا تعلم من هوية من أغواها وحملت منه إلا أنه يسمى حميد. أخلي سبيل المدني، ولكن التحريات تواصلت. وجاء من سأل الجيران، وعلم أنهم رأوا شخصا كان يتردد على منزل المدني، وأنه كان يأتي أحيانا وبرفقته أشخاص آخرون. لم يكن من بين هؤلاء الجيران من يعرف شيئا عن ذلك الرجل، إلا أنه كان يبدو في مستهل العقد الرابع من عمره. كان لغزا محيرا. ما لم يلتقطه المدني أن تلك المرأة التي علم أن اسمها جميلة وأنها جاءت من نواحي فاس، أشارت في أقوالها إلى أن الذي تبحث عنه وتقول إنه أبو رضيعها يعمل صباغا. لما عاد الباحثون يسألون المدني عمن تولى صباغة منزله، رد بأنه أوكل ذلك إلى مقاول في الصباغة، وكان مقاولا معروفا في المدينة مشهودا له بالجدية. وكذلك انتقل الباحثون يسألونه عن رجل قد يكون عامل لديه اسمه حميد،
أكد لهم أن أحد الصباغين من فريقه كان اسمه حميد وأنه لم يعد يعمل لديه منذ أكثر من عام ونصف. في الملفات التي يحتفظ بها المقاول عثر على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لشخص اسمه حميد خلفاوي. لما عرض الباحثون على جميل صورته كما هي في نسخة بطاقة التعريف الوطنية أكدت أنه الشخص الذي تبحث عنه. أسفرت عملية التنقيط عن أن المدعو حميد خلفاوي المزداد في العام 52900 في ولاد خلوف يقيم حسب آخر عنوان صرح به في مكناس. تم تعميم مذكرة بحث عن هذا الشخص وسرعان ما تبين أن العنوان الذي صرح به في مكناس لم يعد عنوانه منذ أشهر. انتهت العطلة الصيفية للمدني بن عامر وعاد مع زوجته إلى فرنسا دون أن يعلم مآل البحث عن ذلك الشخص الذي كان يستغل مرآب سكنه في وجدة ووكل محاميا لمتابعة القضية. مرت عدة أشهر بعد ذلك لما وقعت حادثة سير في شارع ابن زيدون على مستوى باب الخميس في مكناس. كانت حادثة اصطدام بين سيارة خفيفة تسوقها سيدة ودراجة نارية. كان راكب الدراجة النارية بالرغم من أنه لا يبدو مصابا يصر على أن ينادى على سيارة الإسعاف وأن تحضر الشرطة، وظل ممددا على الإسفلت يترقب ويدعي أنه لا يستطيع الوقوف. وكان من بين الفضوليين الذين تجمهروا سريعا من يؤيده ويصب غير قليل من الغضب والشتائم على تلك السيدة التي لم تغادر سيارتها. حضرت الشرطة وحمل صاحب الدراجة النارية إلى المستشفى. هناك أدلى باسمه وبطاقة هويته. أكدت السيدة صاحبة السيارة الخفيفة أنها لم تصدم الدراجة النارية وأن ذلك الشخص إنما تعمد السقوط أمام سيارتها. قالت إن من بين الفضوليين من جاء يتوسط مساوما يريد تسوية مبلغا ماليا لقاء نهوضه وانصرافه. كشف سجل المستعجلات أن الشخص الذي جيء به اسمه حميد خلفاوي كان في غرفة ينتظر إجراء فحوص إضافية. ثبت في النهاية أنه لم يصب وتم القبض عليه إذ تبين أنه موضوع مذكرة بحث. لما أعيد إلى وجدة وجه بجميلة المرأة الشابة التي حملت منه كما تقول. حاول إنكار معرفته بها ولما قالت إنها تعرف علامات مميزة على جسمه تراجع عن إنكاره واعترف بأنه استنسخ مفاتيح منزل المدني بن عامر لما كلفه المقاول بإنجاز أعمال الصباغة بها، وأنه لما علم بعودة صاحب المنزل إلى فرنسا صار يتردد عليه ويستغله في إشباع نزواته. كان على المدني أن يغير الأقفال لما انتهت كل الأشغال في منزله ولكنه لم يفعل. تمت متابعة حميد خلفاوي لخيانته الأمانة، وكان المدني طرفا في الدعوى التي رفعت ضده، بينما تنازلت جميلة بعد أن التزم بأنه سيتزوجها ويقر بأبوته للمولود. كانت جميلة تكفكف دموعها وهي تقدم وثيقة التنازل عن متابعته. قالت إنها لا تملك خياراً آخر وإن الأفضل لوليدها أن يكون له أب معلوم. دمالج من نحاس. تنقلنا القصة إلى مدينة القنيطرة في أواخر ستينيات القرن الماضي، تحديداً في ربيع العام 68900. استقبل عميد الشرطة بالدائرة الثانية العميد إدريس العيدي الذي كان يقوم بالمداومة، استقبل امرأة في الخمسين من العمر. قالت إنها جاءت لتبلغ عن عملية اختطاف تعرضت لها ابنتها. أكدت أنها خطفت على متن سيارة أجرة. استغرب العميد الأمر. للحظة اعتقد أن المرأة ربما تعاني من مرض نفساني، ومع ذلك قرر ألا يستهين بالموضوع. طلب من المرأة توضيحات حول ابنتها التي تعرضت للخطف. قالت إنها في 24 من العمر، مطلقة وتعمل خادمة في بيت ضابط أمريكي كان وقتها يعمل في مطار القنيطرة.
حسب العميد العيدي أن الأمر يتعلق بقضية فساد، فقد صرحت الأم بأن ابنتها ركبت أو أركبت سيارة أجرة صغيرة. المعلوم أن أي سائق تاكسي لا يمكنه أن يجبر الناس على امتطاء سيارته، مع ذلك سجل العميد الشكاية وإن لم يبدي حماسا كبيرا إزاءها. في صبح اليوم الموالي تقدمت إلى الدائرة الثانية البنت التي بلغت والدتها بالأمس عن اختطافها. كانت آثار تعرضها للاعتداء والعنف بادية عليها. قالت إنها جاءت إلى مقر الدائرة الثانية للأمن رأسا من آخر مكان قادها إليه أحد مغتصبيها. تبين للعميد أنه ربما تسرع في الحكم على ما جاء في أقوال والدة تلك الفتاة، ولعله أراد أن يتدارك الأمر، فقد أقام الدنيا ولم يقعدها من أجل الوصول إلى الفاعلين. في الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم كان أفراد العصابة التي اختطفت واغتصبت ربيعة كذلك اسمها واقفين أمام العميد الغاضب. توقع أن يعترف الأظناء بسهولة بما ينسب إليهم، ولكن خيبة أمله كانت سريعة ما اضطره إلى تغيير الخطة. كان زعيم العصابة أول من ألقي عليه القبض. قالت ربيعة إنه كان آخر من اغتصبها. نحى الظنين منح التمويه. اعترف بأنه واقعها مؤكدا أن ذلك تم بقبولها ورضاها. قال إنها من بائعات الهوى، وإنه بعد أن قضى وطره منها دفع لها حين كانت تغادر الكوخ الذي جرت فيه الوقائع. تنبه العميد إلى أن الظنين يحاول الإفلات من جناية الاغتصاب، وأنه يحاول في الوقت ذاته أن يجعل ضحيته المفترضة شريكة له في جنحة الفساد. عرف عن العميد العيدي خبرته وحنكته، فقد كان يعي جيدا أن الباحث الذكي هو الذي يستطيع استغلال كل الثغرات التي قد تحملها تصريحات أطراف قضية ما، ولذلك نراه قرر الاستماع مجددا إلى واحد من أولئك الأطراف بشكل مدقق ومركز، فربما قاد ذلك إلى منفذ لكشف الحقيقة. استعان بإحدى الكاتبات في استنطاق الضحية لعلها تبوح بتفاصيل ربما أحرجها التطرق إليها بحضور رجل، وبذلك علم العميد أن الظنين الذي اقتاد الضحية إلى كوخه لم يستعمل أي وسيلة من وسائل الإنارة، لا فانوس ولا شمعة حتى لا تتعرف إليه. قالت في تصريحاتها إنه لمس مجموعة دمالج، 7 دمالج كانوا في معصمها. قالت إنها دمالج نحاسية وإنه انتزعها منها. استوقفت العميد تلك المعلومة فدونها دون أن يظهر اهتماما خاصا بها. جاء في أقوال ربيعة أنها تنفي بشكل قاطع أن تكون رافقت الظنين بمحض إرادتها أو أن تكون تسلمت منه مبلغا ماليا كما يدعي. طلب العميد إحضار الظنين. لما مثل أمامه طلب منه أن يدلي بكل التفاصيل. قال إنه التقاها في الشارع وإنها رافقته برضاها إلى كوخه بعد أن قضى منها 2 من أصحابه وطرهما في غابة سوق الاثنين. كان الظنين يبدي إصراره على أن ربيعة كانت من بائعات الهوى. سأله العميد لماذا لم يعمل على إضاءة الكوخ ما دامت قد رافقته بمحض إرادتها. وجد جوابا سهلا، قال إن الكوخ غير مزود بالكهرباء وإنه لا يستعمل الشمع إلا نادرا لأنه لا يدخل الكوخ إلا للنوم. تم ختم المحضر وطلب العميد من الظنين أن يوقع عليه. لم يكن يريد أن يترك له فرصة للتراجع عما صرح به. قرر أن يصحبه إلى الكوخ للتحقق من كونه غير مزود بالكهرباء. رافق العميد في هذه المهمة مجموعة من المفتشين. في الحقيقة لم يكن القصد هو التحقق من أن الكوخ مزود بالكهرباء أم لا،
كان القصد هو العثور على الدمالج السبعة، دمالج ربيعة. لم يكن الكوخ يتسع لأكثر من 4 أشخاص. طلب العميد من مساعديه تفتيش المكان بحثا عما قد يفيد البحث. وبينما كان المفتشون منهمكين في تفتيش الكوخ، كان العميد يراقب نظرات الظنين. لاحظ أنه كان طوال الوقت ينظر إلى أعلى الدولاب المنتصب في زاوية من زوايا الكوخ. أمر العميد مساعديه بالتوقف عن التفتيش. كان أمرا مفاجئا. تقدم العميد نحو الدولاب، مد يده يتحسس ما يوجد فوقه. مباشرة وقع على الدمالج السبعة. عرض العميد ما عثر عليه على الظنين، كان يريد أن يحرجه، ولكنه تمادى في اختراع التبريرات. قال إنها هي التي أعطته الدمالج عن طيب خاطر. تم ختم المحضر في عين المكان، وعاد بالظنين إلى المفوضية بغرض استئناف استنطاقه ومواجهته بالتناقض الصارخ بين أقواله في المحضر الأول وما تم اكتشافه في كوخه. كان شخصا لا يكف عن المراوغة ومحاولة التملص مما ينسب إليه. كان على الظنين أن يجيب على سؤال واحد: إذا كانت ربيعة قد رافقته عن طيب خاطر وسلمته نفسها طوعا، وإذا كان كما يدعي دفع لها قدرا ماليا لقاء كل ذلك، فكيف يفسر كونها مع ما سبق أهدته تشكيلة دمالجها؟ لم يتراجع الظنين، تمادى في الإنكار، لم يبدي أي إحراج، وهو يواصل إنكار المنسوب إليه. ولكن 2 من أصحابه اعترفا، كان أقل تجربة منه فيما يبدو، لم يراوغا، وأقر بأنه شجعهما على اغتصاب تلك المرأة. ألح عليهما أن يغتصباها في الغابة على أن ينفرد بها هو لما بقي من الليل. كانت حجة بدت للعميد أهمية التمسك بها. في مثل هذه الحالة تعتبر دليلا قاطعا على إجرام الظنين. بينت التحريات أن ربيعة لما اختطفتها تلك العصابة تم نقلها إلى الغابة على متن سيارة أجرة صغيرة. كانت الأم حين قصدت الدائرة الثانية للأمن في القنيطرة صادقة فيما صرحت به. قاد التحقيق إلى سائق التاكسي. كانت ربيعة وهي تصعد سيارة الأجرة قد أبلغته بأن أفراد العصابة بصدد إجبارها على مرافقتهم، ولكنه لم يكترث إلى ما كانت تقول، بل تجاهل صراخها. حاول سائق التاكسي أن يبرر موقفه مدعيا أن ربيعة أركبت من مكان كان معروفا بأنه مكان ترتاده بائعات الهوى. تبع الأظناء بالمنسوب إليهم، وصدرت في حقهم الأحكام المخصصة للخطف والاغتصاب. بالنسبة لسائق تاكسي، فقد تبع لعدم مساعدته شخصا كان في حالة الخطر. اكتشف حارس ثانوية الشهيد محمد سميحة بسلال جثة معلقة في مستودع الملابس والمعدات الرياضية. رجح الطبيب الشرعي أن تكون الفتاة ماتت قبل عدة ساعات. أوكل إلى العميد الممتاز محمد الراوي القيام بالبحث. اكتشف داخل صدريتها ورقة طويت بعناية. أخرج الورقة، بخط اليد كتب عليها: والدتي العزيزة، لقد ارتكبت في حقك خطيئة لا يمكنني أن أواجهك بها، فقررت أن أجعل حدا لهذه المهزلة بالانتحار. كانت عائشة المؤدب الصديقة الوحيدة لعتيقة، وقد صرحت بأن بعض ما كتب في الورقة كان فقرة من درس في الإنشاء الفلسفي. درس الفلسفة. صباح الأحد 13 من يناير من العام 2000، أراد حارس ثانوية الشهيد محمد سميحة بسلا أن يكسب بعض الوقت، فشرع باكرا في تنظيف حجرات الدرس. بدأ بالمختبرات، ولكن صدمته كانت قوية حين فتح حمام مستودع الملابس والمعدات الرياضية. كانت هناك فتاة معلقة إلى الرشاشة. اقترب منها فأيقن أنها ميتة.
كانت الساعة تشير إلى 7 صباحا. أسرع إلى مسكن المدير وطرق الباب بقوة. خرج المدير مفزوعا، كان في ملابس نومه. كان الحارس يغالب أنفاسه، لم ينتظر أن يسأله المدير فقال له: هناك جثة معلقة في حمام مستودع الملابس. لم يستوعب المدير هول ما قاله الحارس، تبعه، اكتفى بمعاينة الجثة من الباب، كان وجهها إلى الجدار. أقفل الباب والتحق بمكتبه، اتصل بالشرطة. بعد أقل من ساعة حضر إلى الثانوية الوكيل العام للملك ورجال السلطة ورئيس ولاية الأمن. أوكل إلى العميد الممتاز محمد الراوي القيام بالبحث. كان الطبيب رئيس المكتب البلدي للصحة قد رجح أن تكون الفتاة ماتت قبل عدة ساعات. تقرر نقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات بعد أن ينهي العميد معايناته. أسند إلى أحد المتخصصين في مسرح الجريمة رصد ورفع كل أثر وتصوير الجثة من زوايا مختلفة. كانت التعليمات تشدد على ضرورة فك الحبل الذي يلف رقبة الفتاة بعناية حتى يتسنى فحصه في المختبر، فربما علقت به آثار قد تفيد التحريات. لم تمكن المعاينة الأولية من تحديد هوية الفتاة، لم تكن تحمل عليها بطاقة هوية، في حين اكتشف العميد داخل صدريتها ورقة طويت بعناية. أخرج الورقة، بخط اليد كتب عليها: والدتي العزيزة، لقد ارتكبت في حقك خطيئة لا يمكنني أن أواجهك بها، فقررت أن أجعل حدا لهذه المهزلة بالانتحار. كان واضحا بالنسبة لمن حضروا المعاينة أن الأمر يتعلق بفتاة وضعت حدا لحياتها ربما بعد أن أصابتها خيبة أمل. كذلك بدا لأغلب من حضر المعاينة. الآن على العميد الممتاز محمد الراوي وأفراد فريقه أن يكتشفوا سبب انتحار الفتاة إن كان الأمر يتعلق حقا بحالة انتحار. التجارب علمت العميد ألا يصدر الأحكام دون التوفر على الأدلة والحجج. احتفظ بالورقة التي اكتشفت في صدرية الفتاة وسعى إلى تحديد هويتها واستجواب محيطها. أمر أحد أعوانه برفع بصماتها. كانت تبدو فتاة في ربيعها 18. خمن العميد أنها ستكون حاصلة على بطاقة التعريف الوطنية إن هي كانت من تلاميذ الثانوية. نقلت الجثة إلى المشرحة، وفي مفوضية الشرطة نطقت البصمات بهوية الفتاة. اسمها عتيقة بنت إبراهيم السلوي، من مواليد العام 83 في 10 مارس. عنوانها حي المعمورة شارع علال الفاسي. تم الانتقال إلى هذا العنوان. قابل الباحثون والدة الهالكة السيدة رحمة الوطواطي وطلبوا منها مرافقتهم إلى المشرحة. هناك أغمي عليها بعد أن تعرفت على جثة ابنتها عتيقة. دخلت في غيبوبة فنقلت إلى المستشفى. بعد أن أفاقت بعد يومين تسنى للمحققين أن يستجوبوها. قالت إنها منذ طلاقها من والد عتيقة وجدت نفسها في مواجهة التصرفات الطائشة لابنتها. قالت إن غياب الأب أتاح للبنت فرص التصرف على هواها. سألها المحققون عن علاقات عتيقة، ردت الأم المكلومة بأنها لا تعرف عنها شيئا. أضافت أن عتيقة كانت تغيب عن البيت من حين لآخر متذرعة بحضور دروس الدعم والتقوية. قالت أم عتيقة أيضا إن ابنتها لم تكن من طينة الفتيات المنغلقات على أنفسهن، كما أنها لم تكن تعاني من مرض عقلي، وإلى كل ذلك فإنها ليست بالشجاعة التي تقودها إلى الانتحار. قالت إنها تشك في انتحار عتيقة. كان في كلام والدة عتيقة ما يشجع الباحثين على تعميق تحرياتهم في محيطها المدرسي، وقد تم الاستماع إلى زملائها وزميلاتها في القسم، وتم التركيز على مجموعة منهم كانوا مثلها يتابعون دروسا للتقوية والدعم في الفلسفة مدفوعة الأجر، كان يقدمها أستاذ المادة. لم يستنتج الباحثون الكثير إلا أنهم توقفوا عند نقطة أجمع عليها التلاميذ، وهي أن عتيقة في الأسابيع الأخيرة
كانت كثيرة الغياب عن المدرسة. في الثانوية بجوار المشرب لاحظ الباحثون آثارا حديثة لعجلات سيارة استوقفت هناك. كانت آثارا واضحة، وضعوا قوالب لها واستنسخوها علها تنطق بشيء ما. وفي المفوضية قام رئيس مصلحة مسرح الجريمة بفحص تلك الورقة التي اكتشفت في صدرية عتيقة. استرعى انتباهه وجود نقطة يفترض أن تكون نقطة نهاية كلام بعد عبارة هذه المهزلة. بعد النقطة جاءت عبارة بالانتحار. وقد لاحظ أن الكيفية التي أضيفت بها تثير الشك. تمت الاستعانة بخبير في الخطوط خلص تأسيسا على ما توفر لديه من مواد، ومنها نماذج من خط الهالكة، إلى أن الرسالة التي عثر عليها كتبت بخط عتيقة، ولكنه أثار الانتباه إلى أن عبارة بالانتحار قد تكون كتبت بيد كاتب ما سبقها، ولكن الواضح أنها أضيفت لاحقا لم تكتب في الوقت نفسه. والدتي العزيزة، لقد ارتكبت في حقك خطيئة لا يمكنني أن أواجهك بها، فقررت أن أجعل حدا لهذه المهزلة بالانتحار. تلك هي الرسالة. تم إخضاع الحبل الذي علقت به عتيقة لفحص دقيق، وتبين أن جزءه الأسفل تعرض لضغط، بما يفيد بأن الفتاة ربطت بالحبل من رقبتها ثم رفعت لتعلق عند الرشاشة. في الاستنتاج الأولي خلص خبراء مسرح الجريمة إلى أن الراجح أن تكون الفتاة قتلت ثم علقت، وأن فرضية الانتحار قد تكون مستبعدة. عصر الاثنين باشر الطبيب الشرعي عملية التشريح. اكتشف أن الفتاة حامل في شهر الثالث، وأنها لم تكن بكرا، ورجح أنها ربما ماتت قبل أن تعلق بواسطة الحبل إلى رشاشة حمام مستودع الملابس. في جملة التلاميذ الذين استمع إليهم الباحثون كانت عائشة المؤدبة الصديقة الوحيدة لعتيقة. قالت إنها أمنتها على سر قبل أيام، قالت لها إنها تواجه مشكلة معقدة قد تؤثر على مسارها الدراسي. كانت عتيقة وزملاؤها مقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا. قالت إنها أفضت إليها بذلك قبل أيام عندما حضرت معا درسا للدعم في الفلسفة من جملة الدروس التي كان يقدمها لهم بمقابل مالي الأستاذ فاروق المعتوق. لما ألح المحققون على عائشة قالت لهم إن عتيقة أبلغتها بأنها مغرمة بالأستاذ فاروق، الذي بالمناسبة كان يحظى بإعجاب الجميع في الثانوية. أضافت أنها شكت مرة في أن عتيقة تتصل بالأستاذ المعتوق خارج أوقات الدراسة والدروس الإضافية. التحريات التي تم إجراؤها واستجواب الأساتذة لم يمكن المحققين من تسجيل ما قد يسلط الضوء على الأستاذ المعتوق، فقد كان أستاذا مقتدرا يحظى باحترام جميع زملائه. ومع ذلك فإن الباحثين فضلوا أن يدققوا النظر إلى حياة الأستاذ. كان متزوجا، زوجته متحجبة وربة بيت، وله منها عدة أبناء وبنات. المراقبة التي أقيمت حول الثانوية مكنت من رصد سيارتين لهما عجلات تتطابق رسومها مع تلك التي استنسخها خبراء مسرح الجريمة. إحداهما سيارة مدير الثانوية، والثانية سيارة أستاذ الفلسفة فاروق المعتوق. لما سئل المدير عما إذا كان يدخل سيارته ساحة المدرسة نفى، وقال إنه يتوفر على مرآب في مسكنه، كما أنه لم يستعملها خلال الأيام الأخيرة. أما أستاذ الفلسفة فقد قال إنه لا يأتي بالمرة بسيارته إلى الثانوية خشية تعرضها للتخريب من قبل طلبة قد لا تسرهم النقط التي يحصلون عليها. استدعى العميد إلى مكتبه التلميذة عائشة المؤدب صديقة عتيقة. في تلك المقابلة الثانية قالت له إنها قبل أيام لمست بطن صديقتها الراحلة، رأت به انتفاخا. أضافت أنها زعمت أن ذلك بسبب الإمساك. عرض عليها العميد تلك الرسالة التي عثر عليها في صدرية عتيقة، وطلب منها إن كان ذلك خطها.
ردت بالإيجاب، بل إنها لاحظت أن الورقة مبتورة لأنها مقتطعة من موضوع إنشائي فلسفي ساهم في صياغته مجموعة من التلاميذ بإشراف وتوجيه الأستاذ فاروق المعتوق. قالت إنه جمع الأوراق واحتفظ بها. كان موضوع الدرس هو الانتحار. استدعي أستاذ الفلسفة إلى المفوضية، استقبله العميد وقدم له الشاي. في الحقيقة لم يكن يريد أن يكرم ضيافته، بل كان يسعى إلى الحصول على أثر يمكن من إجراء اختبار جيني. في تلك الأثناء كان رجال مسرح الجريمة قد انتزعوا عجلات سيارة الأستاذ وفحصوها ثم أعادوها كما كانت، نقوشها تتطابق تماما مع نقوش أثر العجلات التي أخذت من ساحة الثانوية. ودع العميد أستاذ الفلسفة. في اليوم التالي توفر دليل آخر على صلة الأستاذ بموت عتيقة. البصمات الجينية للجنين الذي كانت تحمله عتيقة مطابقة بأكثر من 99% للبصمات الجينية لأستاذ الفلسفة. لم يبقى الآن سوى توقيف الرجل وتفتيش الشقة التي يعطي فيها الدروس الإضافية. كان في طريقه إلى الثانوية لما استوقفه المحققون، طلبوا منه أن يرافقهم إلى حيث يعطي الدروس الإضافية. كانت شقة في أحد غرفها فراش كبير. اكتشف الباحثون شعيرات تبين لاحقا أنها لعتيقة، كما اكتشفوا أوراق الإنشاء الفلسفي حول الانتحار. سيق إلى المفوضية. هناك أبلغه العميد الممتاز محمد الراوي بأنه مقبوض عليه من أجل قتله عتيقة بنت إبراهيم السلاوي. واجهه العميد بكل الأدلة والقرائن التي تثبت تورطه، ولم يكن أمامه سوى الاعتراف. ادعى أن البنت تحرشت به لفترات إلى أن تورط معها في علاقة غير شرعية. قال إنه لما علم بحملها خطط للتخلص منها خوفا على سمعة أسرته. كان الإنشاء الفلسفي حول الانتحار وسيلة استدرج بها عتيقة لتكتب بخط يدها ما قد يوهم المحققين بأنها انتحرت. اعترف بأنه ناولها سما عجل بموتها، ثم حملها جثة هامدة إلى الثانوية حيث اكتشفت. أقفل المحضر وأرفق بكل وسائل الإثبات، وأحيل المتهم على النيابة العامة. بعد شهرين من اللقاء الأول بين سليم أبو سليم ووالدي نادين، أتمت الإجراءات القانونية بإعلان رسمي للقران من قبل العمدة، وانتقلت نادين مرتدية فستان العروس إلى منزل زوجها. بعد الآن هي مدام بوسليم. في العام 83-900 قرر سليم أن يصحب معه إلى تونس زوجته ووالديها لقضاء العطلة هناك، ولم يكن قد زار بلده منذ ما يزيد على 10 أعوام. استمتع وضيوفه بجمال الشطآن وبالحرارة، ورأى رأي العين زرقة سماء تطاوين التي بها أسرته عيون نادين، ووقع في حبها. حكاية عقد ودم. في العام 74-900 كان سليم بوسليم الشاب التونسي ذو 25 ربيعا في جملة المئات من المهاجرين الذين استفادوا من تسوية الوضعية في بلجيكا. كان وسيما منشرح الأسارير مقبلا على الحياة. وجد سليم عملا في معمل لصناعة الجلود. لا ينكر أنه تعلم الكثير عن هذا العالم الذي كان يظنه محدود الآفاق. اكترى منزلا رفقة صديق له جزائري اسمه رابح بن قويدر، وكان في مثل عمره. يعمل رابح في مجزرة. يلتقي الصديقان كل مساء في المنزل الذي استأجراه في غو دو لونكلوم، وترجمتها زنقة السندان، في سان جوس ببروكسل. كان الرجلان يعيشان في بروكسل مهاجرين سريين منذ 2 أو 3. في تلك الفترة البعيدة الآن لم يكن عسيرا وصول المهاجرين إلى الأقطار الأوروبية الأكثر بعدا، ولم يكن الكثير من تلك البلدان قد فرض نظام التأشيرة بعد. عندما تحل نهاية الأسبوع يلبس سليم ورابح أجمل ثيابهما ويتعطران،
مساء كل سبت بعد جولة في حانات وسط بروكسل، ينهيان الليل في هذا المرقص أو ذاك، ولا يعودان إلى سكنهما في زنقة السندان غو دو لونكلوم إلا بعد أن تلوح على الجدران تباشير الفجر. يمضيان أغلب نهار الأحد في سبات عميق. في إحدى تلك الخرجات الليلية الحمراء تعرف سليم أبو سليم على نادين، شقراء عيناها بلون سماء تطاوين بلدته التونسية التي غادرها في العام 71-900 وألف. كذلك كان سليم يردد كلما أتى على ذكر نادين. كانت وقتها في مثل عمره أو تصغره بسنوات لن تتعدى الخمس في كل الحالات، ذاك كان تقديره. أغرم بها ولم ينكر ذلك يوما، ولكنه في بدايات تلك العلاقة الغرامية التي ومضى نورها ذات ليلة في مرقص من مراقص بروكسل لم يكن يفكر في الزواج من نادين، وكان إمساكها عن مطالبته بالاقتران بها رسميا لتكون زوجته من الأمور التي هيأت له المناخ المواتي لتوجيه تفكيره وجهة أخرى غير الزواج. علم منها أنها وحيدة والديها جورج وماري لويز، وأنها تعمل في محل للنظارات الطبية غير بعيد عن الساحة الشهيرة لا غراند بلاس. كان جورج فيليبو والد نادين يملك محلا لبيع الزجاج في زنقة لا فيرم، كان عبارة عن قبو واسع ينزل إليه عبر بضع درجات من رخام رمادي. كان رجلا تستوفي ملامحه كل مقومات إنسان أوروبا الشمالية، بياض بشرته والإحمرار الذي لا يترك وجنتيه. وكانت السيدة ماري لويز زوجته ممرضة تعمل في مصحة عمومية في سكاربيك، حيث تقطن جاليات مهمة من المهاجرين من المغاربة والتونسيين والأتراك والإسبان وبعض البرتغاليين. وقد مكنها عملها هناك من التعرف إلى أشخاص من كل هذه الجنسيات، كما تمكنت من معرفة الكثير من مشاكلهم وجانب من تقاليدهم. علم سليم بوسليم كل ذلك من حبيبته البلجيكية الشقراء نادين. في العام 78 وقد أشرف على 30، قرر سليم أن يقترن رسميا بنادين فيليبو. أحس أنه لم يعد يقوى على الابتعاد عنها، والواقع أن علاقته بنادين كانت سببا رئيسا في انقطاعه عن أصدقاء كان يلتقيهم فيما مضى، وفيهم مغاربة وجزائريون وأتراك، بل إنه لم يعد يتخذ صديقه وشريكه في السكن رباح بن قويدر رفيقه في تلك الجولات الليلية التي اعتاد عليها نهاية كل أسبوع. كانت نادين حبيبته ورفيقته، إليها يفضي بكل شيء. وقد لمس أن صاحبه رباح بن قويدر يغار منها، وقد يكون هيئ إليه ذلك لفرط تعلقه بشقرائه ذات العيون التي بلون سماء تطاوين. ودون أن يسعى إلى التثبت من كل ما حملته ظنونه، أبلغه ذات مساء أنه يرغب في مغادرة السكن وأن يستأجر لنفسه سكنا آخر. لن ينسى أن قويدر فوجئ بذلك القرار، وأنه فيما بدا له حزن له. لم يكن سليم يفكر في التراجع عن قراره، وكذلك انتقل إلى سكن آخر في شارع غوجي، وقد أمضى عدة نهايات أسبوع في تهيئة تلك الشقة وتأثيثها. زارته نادين هناك مرتين، وأمضت معه بها ليلتين، في ثانيتهما أفضى لها بما ينوي القيام به. سألها كما يفعل في الحفلات الرسمية لعقد القران إن كانت توافق على الزواج منها. كان جوابها أن عانقته، وموافقتها دمعات انسابت على خديها. لن ينسى سليم تلك اللحظات ما بقي حيا، ولأنه لم يتخلص بعد بالكامل من ثقافته التونسية والتقاليد التي تشربها في تطاوين، أبلغها بأن زواجهما لن يكون مكتملا إلا إذا وافق والداها. سيكتشف لاحقا أن نادين كانت قد أفضت إلى أمها بأنها على علاقة بشاب تونسي، بل سيكتشف أنها أسرت إليها باسمه سليم. وافقت نادين على أن تقدمه لوالديها، وبعد بضعة أيام
حددت له موعداً لاستقباله في منزل عائلتها. في اليوم المحدد، وكان يوم سبت في تمام الرابعة عصراً، توقف سليم بسيارته ذات الملمح الرياضي عند باب منزل عائلة فيليبو في شارع أغتون. نزل وأخرج إكليلاً من الزهور، تقدم إلى الباب وقرع الجرس. لم ينتظر كثيراً فانفتح الباب وظهرت نادين، قبلته على وجنتيه ودعته إلى الدخول. في باب واسع على اليمين بعد خطوات قليلة كان يقف السيد جورج فيليبو وإلى جانبه السيدة ماري لويز. قالت نادين وهي تحمل الإكليل: أقدم لك والدي. ثم التفتت إليه وقالت لهما: هذا سليم. فسح له الطريق ودخل الجميع إلى الصالون. وضعت نادين إكليل الزهور على الطاولة التي تتوسط الغرفة، وجاء صوت أمها يمتدح الباقة وذوق من جاء بها. ثم إن الحديث انتقل بهم إلى مواضيع مختلفة لم تغب عنها الأسئلة حول تونس والتونسيين والإسلام والتقاليد. بعد شهرين من هذا اللقاء الأول بين سليم أبو سليم ووالدي نادين، أتم كل الإجراءات القانونية التي توجها إعلان رسمي للقران من قبل العمدة، وانتقلت نادين مرتدية فستان العروس إلى منزل زوجها. بعد الآن هي مدام بوسليم. انقطعت أو كادت تنقطع عن سليم أخبار صاحبه رابح، وسمع مرة من صديق مشترك أنه انتقل إلى ليج للعمل هناك، ثم لم يعد يسمع عنه شيئا يذكر. في العام 1983 قرر سليم أن يصحب معه إلى تونس زوجته ووالديها لقضاء العطلة هناك، ولم يكن قد زار بلده منذ ما يزيد على 10 أعوام. استمتع وضيوفه بجمال الشطآن وبالحرارة، ورأى رأي العين زرقة سماء تطاوين التي بها أسرته عيون نادين ووقع في حبها. كانت عطلة ممتعة حقا، غير أن حدثا سيعكر ذاك الصفو الذي عمها. يومين قبل الموعد المحدد للعودة إلى بروكسل، أصيب جورج والد نادين بوعكة صحية، أحس بألم شديد على مستوى الصدر. أحضر طبيب فقال إنها علامات ذبحة صدرية. بعد 24 ساعة وفر له التأمين الصحي طائرة للنقل الطبي طارت به إلى بروكسل. في اليوم التالي التحق به باقي أفراد أسرته. لم تعرف حالته تحسنا، ثم إنه بعد 5 أيام أسلم الروح، وعم العائلة حزن شديد على فراق ذلك الرجل الوديع. ولد لسليم من زوجته نادين ولد وبنت، وقد حرص على تربيتهما تربية جيدة وتعليمهما تعليما جيدا. وكانت ماغي لويز الجدة تأتي من حين إلى آخر، كما أن نادين كانت تزورها بشكل شبه يومي. لقد صارت وحيدة والعمر يتقدم بها. 5 أعوام بعد وفاة جورج ستفجع العائلة من جديد. في صباح 25 أكتوبر من العام 88 اتصلت الشرطة بنادين في منزلها لتبلغها بالفاجعة. لقد عثر على أمها مقتولة في شقتها. أسرعت نادين إلى هناك. كان سليم قد ذهب إلى عمله باكرا والصغيران إلى المدرسة. كان مشهدا رهيبا. عثر على ماغي لويز وسط بركة من الدماء، حملت الجثة. كان أول ما لاحظه رجال الشرطة أن الباب لم يفتح عنوة، وأن القاتل إما أن يكون شخصا تعرفه الضحية ففتحت له باب شقتها، أو إنه يتوفر على مفتاح الشقة. كان هناك أثر تفتيش عن شيء ما في دولاب غرفة النوم وفي المكتبة. أشياء كثيرة كانت مبعثرة على الأرض. بدت الجريمة لغزا محيرا. لم يكن لسيدة ماغي لويز فيليبو عداوات، بل إنها منذ أن حصلت على التقاعد لم تعد لها علاقات كثيرة. الذين سألهم الباحثون أجمعوا على أن المرأة طيبة، وأنها لا تستقبل في منزلها إلا قليلا، وإن ابنتها وزوجها وولدهما وابنتهما كانوا من يأتون لزيارتها في الغالب. في الشهادات التي تلقاها الباحثون
شهادة امرأة قالت إنها رأت رجلاً يدخل شقة عائلة فيليبو، ثم إنها ذكرت لهم صفاته وقالت إنه رجل يشبه المغاربيين. في المساء لما عاد من عمله تلقى سليم الخبر الفاجعة، لم يصدق ما سمعه. كانت نادين منهارة، وبتلقائية خرج، ركب سيارته ومضى إلى سكن حماته التي قتلت، ما أن توقف وخطى بضع خطوات حتى فاجأه رجل شرطة، أمسك به واقتاداه إلى سيارتهما التي كانت غير بعيد، كان فيها ضابط سأله إلى أين كان يريد، فلما رد بأنه صهر السيدة ماري لويز فيليبو، وقف الضابط وقال له: هل تريد أن تموه على فعلتك؟ خذوه. ثم سمعه يقول: لقد أمسكنا به. اقتيد إلى مركز الشرطة، ثم إنه أودع السجن أسبوعين قبل أن يخلى سبيله، دون أن توجه إليه تهمة غير الاشتباه في أنه من قتل حماته. كان المحققون يرون في توفره على مفتاح لشقة الهالكة ما يؤكد شكوكهم. كان في جملة ما سرق من شقة ماري لويز مبلغ من المال قدره 150,000 فرنك بلجيكي، وبعض المجوهرات الشخصية، منها عقد به أحجار كريمة لونها أزرق فاتح. كان سليم كثيرا ما يراه عليها، وقد باحت له ذات مرة بأنه عقد ورثته عن أمها التي ورثته عن جدتها، وقالت إنه لا يقدر لديها بثمن. مر عامان على تلك الفاجعة، ثم إن سليم التقى صدفة صديقه الجزائري القديم رابح بن قويدر في السوق الأسبوعي الذي يقام في لاغار دو ميدي. جلس في مقهى يملكها أحد المغاربة. أكد رابح أنه يقيم الآن في ليج. علم منه أيضا أنه لم يتزوج، ثم إنه أبلغه بالفاجعة التي ألمت بعائلته وأخبره بمقتل حماته المرأة الطيبة. يذكر سليم النقويدر ما أن سمع بالجريمة التي راحت ضحيتها أم نادين حتى صار مستعجلا الانصراف. بعد أشهر من ذلك اللقاء علم من صديق مشترك أن بن قويدر جاءه يعرض عليه عقدا من الأحجار الكريمة ادعى أنه عثر عليه. أضاف الرجل أن العقد يبدو ثمينا، وأن بن قويدر كان يريد بيعه 50,000 فرنك. أسر الرجل بأنه لا زال يحتفظ بالعقد، وطلب منه أن يبحث عن من يشتريه. كان عليه أن يرى العقد. اتفق مع صاحبه ذاك على لقاء بعد يومين، جاء به ملفوفا في أوراق جريدة قديمة. دون أن يضعه على طاولة المقهى أراه إياه. كاد سليم يصرخ بأن العقد عقد حماته القتيلة، ثم أمسك. تظاهر بأنه يتفحص العقد، ثم قال لصديقه: لدي من يشتريه، هل تريد أن تبقيه عندك أم تستأمنني عليه؟ رد بأنه يفضل الاحتفاظ به. اتفق على أن يحضر المشتري في الغد. ما أن افترق حتى قصد إلى مركز الشرطة حيث يوجد ملف جريمة قتل حماته. أبلغ بقصة العقد، وتم الاتفاق على استدراج من يحاول بيعه إلى كمين. تقمص ضابط شرطة دور المشتري، ولما حضر الصديق المشترك مع بن قويدر وما أن فتح الكيس الذي وضع فيه العقد حتى أمسك به رجال شرطة بالزي المدني، نهضوا إليه من طاولتين مجاورتين. أثناء التحقيق معه اعترف بأنه كان شريكا في الجريمة، وأن رابح بن قويدر هو من قتل السيدة باغي لويز، ذبحها من الوريد إلى الوريد بعد أن فتحت له الباب ورحبت به. كانت تعرف أنه صديق لسليم، ولذلك وثقت به. لم تمكن الأبحاث من العثور على رابح بن قويدر، وتبين لاحقا أنه انتقل إلى هولندا وأنه غير هويته. كانت تلك المعلومات تأتي إلى سليم. لم ينس حبسه، أراد أن ينتقم. سعى إلى معرفة أين يقيم رابح الهارب، ولما علم أنه يسكن في روتردام بهولندا اشترى مسدسا وركب القطار. بعد أيام، بينما هو في المقهى الذي يرتاده منذ سنوات، جاءه من أسر إليه
بأن رابح صديقه القديم قتل في روتردام. أبدى سليم أسفه وتظاهر بحزنه لهذه النهاية المأساوية. رشف ما كان متبقيا في كأس الشاي ثم اخترق باب المقهى منصرفا. دخل الغار ولم يعد. في أواخر صيف العام 99 900 وألف اكتشف بعض الصيادين جثة رجل في إحدى المغارات الواقعة على الشاطئ في حي يعقوب المنصور. كانت معروفة تلك المغارة إذ كانت تعتبر ملاذا لكثير من الصيادين يلجونها للاحتماء من شدة الحر أيام الصيف. لم يجرؤ أي من أولئك الصيادين على الاقتراب من الجثة واتصلوا بالشرطة. وصل إلى المكان العميد رئيس الدائرة الخامسة للأمن الوطني وعاين الجثة. كانت تبدو جثة رجل في الخمسين من العمر، كانت في وضعية القرفصاء وقد أسند الظهر إلى جدار المغارة. لاحظ العميد أن الحزام كان مفتوحا وأن السروال نصف نازل، كانت العورة مكشوفة. أدخل العميد يديه في جيب السروال ولم يعثر على أي وثيقة تبين هوية صاحب الجثة. لم تكن المرة الأولى التي يواجه فيها وضعا مماثلا. اتصل بالنيابة العامة وأخذ الأمر مجراه الطبيعي إذ حضرت سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى المستودع البلدي للأموات. كان يتعين تدخل مصلحة التشخيص القضائي وقد انتقل أحد عناصرها إلى المستودع البلدي للأموات لرفع بصمات الجثة. كان الطبيب الشرعي يحاول الكشف عن أسباب الوفاة. خلص إلى أن الرجل الخمسيني مات من جراء ضربة قوية أصيب بها على مؤخرة الرأس. بدا للطبيب أنه مات على الفور. لما عاد عنصر مصلحة التشخيص القضائي إلى مقر المفوضية وعرض البصمات على الناظم الآلي، تبين أن القتيل يدعى عبد الرزاق مولدار ويسكن بالرقم 18 في زنقة ساحل العاج. كان معروفا لدى مصالح الأمن إذ اعتقل وأحيل على المحكمة مرات بسبب السكر العلني والتشرد. يذكر أحد المفتشين أن عبد الرزاق مولدار كان يتعمد القيام بما يستدعي القبض عليه وإعادته إلى السجن كلما حل فصل الشتاء إذ كان ذلك يقيه شر برد الشارع. مهما يكن ماضي الرجل فإن ما يهم المحققين هو الكشف عن ظروف مقتله والوصول إلى الجاني أو الجنى. الوضعية التي وجدت عليها جثته حيث كانت عورته بادية جعلت المحققين يطرحون فرضيتين. الأولى فرضية أن يكون تعرض لاعتداء جنسي أو أنه كان على علاقة مع أحد الشواذ. لم يكن صعبا الوصول إلى أولئك الأشخاص الذين يأتون إلى الشاطئ بحثا عن شركاء. تم توقيف عدد منهم وأخضعوا لبحث معمق. كان المحققون يريدون معرفة ما قام به كل واحد من أولئك الأشخاص خلال الأيام التي سبقت اكتشاف جثة عبد الرزاق. كان الطبيب الشرعي قد قدر الفترة التي بقيت فيها الجثة في المغارة بثمانية أيام. كان عبد الرزاق مولدار يجالس على الشاطئ مجموعة من المدمنين على المخدرات والكحول وقد طالهم التحقيق. كانوا خمسة أجمعوا في أقوالهم على أنهم ليلة اختفى عبد الرزاق كانوا جالسين على الشاطئ يتناولون مشروبهم المكون من كحول الحريق الممزوج بنوع من العصير، وكان من بينهم عبد الرزاق ولم يجالسهم أي شخص من المعروفين بالشذوذ. قالوا إن الرجل لم يكن يبدو عليه أثر انزعاج أو غضب أو قلق. استمر استنطاق الخمسة 48 ساعة. كان المحققون يحاولون أن يكتشفوا تناقضا أو تضاربا ما في أقوال أحدهم ولكن لا شيء من ذلك تسنى. وتم إخلاء سبيل الأشخاص الخمسة الذين كان يجالسهم عبد الرزاق مولدار. كانت تعليمات النيابة العامة تقضي الإبقاء عليهم تحت المراقبة إلى أن تنجلي ظروف وأسباب مقتل عبد الرزاق. شح المعلومات قاد إلى نشر مذكرة بحث عن مجهول قام بقتل المدعو عبد الرزاق مولدار. نشرت مذكرة البحث مع صورة للضحية
وعممت على مختلف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي على مستوى ولاية الرباط والمناطق القريبة. واصلت شرطة الأخلاق عملياتها مساء كل يوم على الشاطئ بحثا عن المتعاطين لدعارة الذكور. كان المحققون متمسكين بفرضية وجود علاقة ما بين مقتل عبد الرزاق والشواذ، ولكن كل الذين أمسك بهم وتم استجوابهم أقروا بتعاطيهم الدعارة، ولكنهم جميعهم نفوا أن يكونوا تعاملوا مع عبد الرزاق أو مع أي كان من بين أولئك المتشردين المدمنين للكحول. كان الباحثون في حيرة لما ظهر عنصر جديد في هذا الملف، امرأة ادعت أنها زوجة عبد الرزاق ملدار. زارت مستودع الأموات وتعرفت على جثته، ولما أبلغ العميد المكلف بالقضية تم إحضارها إلى المفوضية للاستماع إليها. علم منها الباحثون أن زوجها عبد الرزاق هاجر منزله منذ فترة طويلة، ولكنه كان يأتي مرة في الأسبوع، غير أنه لم يظهر له أثر منذ أسبوعين. قالت المرأة أيضا إنها بحثت عنه في الأماكن حيث كانت تجده عادة ولكن بدون جدوى. بالنسبة للمحققين كان ظهور هذه المرأة التي تدعي أنها زوجة عبد الرزاق يفسح المجال أمام فك لغز جثة المغارة. كان الباحثون يسعون إلى معرفة كل شيء عن الرجل، وهكذا علموا من زوجته أنه منذ عدة سنوات وبعد أن أجريت له عملية جراحية على البروستاتا أصيب بالعجز الجنسي. لم يتقبل الأمر وارتمى في أحضان إدمان الكحول وأهمل عمله وتم طرده وصار متشردا. لما سألها المحققون نفت أن يكون أصيب بالشذوذ. طالبت المرأة بتسليمها الجثة لدفنها، ولكن طلبها قوبل بالرفض. كان يتعين الحصول على إذن من الوكيل العام للملك الذي لم يوافق على دفن الجثة إلا بعد اجتماع مع عميد الشرطة وبعدما قدمت أمامه تلك المرأة. في المستودع البلدي للأموات وقبل تسليم الجثة أمر الطبيب الشرعي أحد مساعديه بغسلها، وقد لاحظ الرجل أثناء العملية خروج براز من الجثة. بحكم خبرته رأى أن ذلك ليس بالأمر العادي بالنظر إلى المدة التي بقيت فيها الجثة في المغارة ثم تلك التي مرت عليها في المشرحة. أخبر الطبيب الشرعي بالأمر، ولذلك عمد إلى معاودة فحص الجثة، فتبين أن الرجل عندما قتل كان يستعد لقضاء الحاجة. نقل هذا العنصر الجديد إلى عميد الشرطة الذي قرر جمع من كانوا برفقة عبد الرزاق ليلة قتل، وتعمد أن يعاد تمثيل الوقائع في وقت الجزر حتى يتسنى الوصول إلى المغارات. كانوا جالسين يشربون الكحول الممزوج بعصير، وفي لحظة ما نهض عبد الرزاق ومضى مبتعدا. قال أصحابه إنهم ظنوا أنه ذهب لقضاء حاجته ولكنه لم يعد. استعمل العميد الصور التي تتوفر عليها مصلحة التشخيص القضائي والتي أخذت للجثة على الحال الذي اكتشفت عليه. دخل المغارة في المكان الذي كانت الجثة مسندة إليه في وضعية جلوس القرفصاء. تم اكتشاف بضع شعيرات وأثر دم. تم التقاط الشعيرات وأخذ الدم. تم إرسال الكل إلى مختبر الشرطة العلمية. في تلك الأثناء عمد الطبيب الشرعي إلى حلق الشعر الموجود في مؤخرة رأس الجثة، وظهر أثر الضربة، وخلص إلى أن الأمر لا يتعلق بأداة حادة، ورجح أن يكون الموت حدث بسبب ارتطام الرأس بقوة مع صخر المغارة. لاحقا أثبت التحليل أن الشعيرات والدم للقتيل عبد الرزاق ملدار. انتهت التحريات إلى أن عبد الرزاق بوغت بموجة قوية اقتحمت المغارة ودفعته بقوة إلى جدارها. لحظتها ارتطم رأسه بالصخر، ظل هناك في وضعية الجلوس، مات على الفور، قضى نحبه ولما يقضي حاجته. دارة مغلقة. في حدود منتصف ليل الخامس من يوليوز
توقفت عند أحد مطاعم باب برد حافلة للمسافرين انطلقت من تطوان، نحن في العام 88-900 و1000. المسافرون على تلك الحافلة قاصدون إلى الحسيمة والناظور، وربما كانت ترجيست وجهة عدد منهم. نزل أغلب الركاب وتفرقوا في أرجاء المطعم، ومنهم من مضى إلى دورة المياه، بينما بقي في الحافلة عدد قليل من المسافرين أغلبهم من النساء. في الكراسي الخلفية بقي شاب لم يكن الضوء الخافت يسمح بتبين ملامحه بوضوح. كان يسافر معه شاب آخر نزل إلى المطعم، ثم في لحظة ما نهض الشاب من مكانه وتقدم مسافة صفين من الكراسي وأنزل من القمطر حقيبة يدوية. لم يكن ما قام به ليثير الانتباه، لم يعد إلى مكانه، بل حمل الحقيبة وعلقها إلى كتفه ونزل من الباب الخلفي. مر كل شيء دون إثارة الانتباه. بعد أن انتهت مدة التوقف كان يسمع من بعيد منبه الحافلة. التحق المسافرون بمقاعدهم. قبل أن تتحرك ارتفع صوت رجل يعلن أن حقيبته سرقت. كان صراخه يعكس حسرة واضحة. تقدم مساعد السائق بين الصفوف. كان الرجل قد انخرط في حالة صراخ هستيرية، وفي لحظة ما سمع وهو يقول: في الحقيبة 25 مليون سنتيم. أسف بعضهم لأسفه، وصمت أغلب المسافرين. وقد يكون منهم من استغرب أن يحمل الرجل ذلك المبلغ الهام من المال في حقيبة يد ويتركها في القمطر وينزل لتناول وجبة العشاء. كان مساعد السائق يحصي الركاب، وهي عملية يقوم بها بعد مغادرة كل نقطة تتوقف بها الحافلة، وسرعان ما تبين له نقصان راكبين كان في الصفوف الخلفية. لم يعد هناك من شك، الراكبان اللذان لم يلتحقا هما السارقان المفترضان. دار في الحافلة حديث هامس، منهم من قال إن من سرق الحقيبة كان يعلم ما بداخلها، ومنهم من لم يستبعد أن يكون السارق لم يسافر إلا لتحين الفرصة. عرض على صاحب الحقيبة أن يسجل شكاية لدى مصالح الدرك في باب الرد، ولكنه رفض. كان يرافقه شخص آخر ظل صامتا، ثم همس في أذنه بكلمات، ولعله اقترح عليه أن يمكث في باب الرد حتى الصباح وأن يتدبر الأمر. نزل وواصلت الحافلة طريقها. في تلك الساعة المتأخرة من الليل لم يكن أمامهما سوى اتخاذ مكان في إحدى المقاهي اتقاء البرد وأن ينتظر الصبح. مع مرور الوقت هدأ الذي سرقت حقيبته. بدا الرجلان وقد توصلا إلى خطة لاسترداد ما ضاع. قصدا مركز الدرك الملكي وسجلا شكاية ضد مجهول سجلها الذي صرخ لما افتقد الحقيبة، اسمه ميمون الزراق، محل سكناه جماعة إيساجن. وقد صرح بأن الحقيبة كانت تحتوي على أغراض شخصية وبها أيضا مبلغ من المال قدره ب5000 درهم. رفيقه الذي كان يناديه بمحمد ظل يراقب ما قام به صاحبه، وبعد أن أتم هذا الإجراء الذي يبدو أنهما قاما به دون انتظار عودة الحقيبة قرر الرحيل عن باب برد. وعوض مواصلة السفر إلى إيساجن قرر العودة إلى تطوان، بل والإسراع في العودة. لم ينتظر الحافلة وركب سيارة أجرة. قبل عصر ذلك اليوم كان في تطوان. قصد إلى الملاح، دخل من زنقة المصلى القديمة ثم توغل في الحي. كان يمشيان بخطى سريعة يعلمان وجهتهما. في حي الملاح مرورهما لا تخطئه العين، هما غريبان عن الحي. في زقاق ضيق تقدم محمد نحو باب صبغ بلون أزرق. فوق الباب كتب الرقم 6. قرع الجرس. لم ينتظر طويلا فظهر رجل يبدو من منظره أنه في 40 من العمر، وقد يكون تخطاها بقليل. كان ذا بنية قوية معتدل القامة
حليق الرأس. ابتسم لما رآهما، نظر يمينا ثم يسارا، ولما اطمأن أن لا أحد في الزقاق دعاهما إلى الدخول. دخلا تباعا ثم أغلق الباب. الرجل حليق الرأس معروف في حي الملاح، اسمه عبد العزيز بلبن، المقربون إليه يدعونه عزيوز، الظاهر من نشاطه تجارة السمك، ولكن الوجه الخفي هو وجه الوسيط في تجارة الحشيش. كان يمثل حلقة الوصل بين المنتجين في منطقة كتامة والمروجين في تطوان وطنجة والقصر الكبير، ويرتبط بنشاطه ذاك نفوذه الممتد عبر شبكات التهريب والسرقة. ما أن جلس في غرفة لا تنالها أذن تسترق السمع حتى طرح الرجلان الموضوع الذي جاء من أجله. قال ميمون الزراق إن شخصين كانا يسافران معهما في الحافلة التي انطلقت من تطوان إلى الناظور سرقا الحقيبة التي كان بها ما قبضاه لقاء صفقتهما الأخيرة. كان عزيوز يعلم أنهما قبضا 25 مليون سنتيم. كانت نظراته تبدي بعض الاستنكار لكونهما عادا إليه، وكأنهما يريدان تحميله مسؤولية السرقة، ولذلك تدارك محمد الموقف وقال إنهما ما قصداه إلا طمعا في مساعدتهما. أضاف الرجل أنه يكاد يجزم أن من سرق الحقيبة ركب معهما الحافلة من تطوان، كان اثنين واختفيا معا ومعهما الحقيبة في باب الرد. رد عزيوز بأنه سيعمل كل ما يستطيعه لمساعدتهما، طلب منهما أن يعودا إليه في الغد. أمضيا ما بقي من اليوم يتجولان في تطوان، وقد دخلا مرتين المحطة الطرقية، كان يتوقان إلى مصادفة وجه من تلك الوجوه التي سافرت معهما. وفي المساء قصدا نزلا واستأجرا غرفة أمضيا بها الليل. كان مرهقين، أملهما الوحيد الآن في استرجاع ما سرق منهما، ما قد يتوصل إليه عزيوز. هما يعلمان أنه إذا ما تمكن من ذلك سيقتطع لنفسه إتاوة، ولا اعتراض لهما على ذلك. صباح اليوم التالي بينما كانا يتناولان الفطور في مقهى قريب من باب النوادر، رأيا شخصا ظن ميمون أنه كان معهما في الحافلة. قررا أن يتبعه. كان يسير في اتجاه المحطة الطرقية. قال محمد لصاحبه إن الرجل إذا ما أحس بأنهما يتبعانه فسوف تكون له ردة فعل. التفت إليهما، كان في الرصيف المقابل لا تفصلهما عنه سوى بضعة أمتار. نظر إليهما بعين خائفة، أسرع الخطى. إذ ذاك أيقن أنه أحد الاثنين اللذين غادر الحافلة في باب الرد. انطلق ميمون نحوه مسرعا، أدركه في المنعطف المفضي إلى المحطة، أمسك به، حاول عبثا أن يتفلت، تظاهر بأنه لا يعلم سبب إمساكهما به. قال له محمد: أين هي الحقيبة؟ أي حقيبة اتركاني؟ تلك التي سرقتها مع صديقك من الحافلة في باب الرد. لست أدري عن أي حافلة تتحدثان. في تلك اللحظة فقد ميمون أعصابه ووجه إلى الشاب صفعة قوية كادت تفقده توازنه. لدي أقوى منها إن لم تقل لي أين هي الحقيبة. لم يرد. أمسكه ميمون من شعره، كان ينزل من أنفه دم. لم يشفع له ذلك، وجه له صفعة أخرى: اتركاني سأقول لكما كل شيء. الحقيبة عنده. من؟ صديقي. وأين هو الآن؟ كنت ذاهبا للقاء به في المحطة. سنرافقك، قال محمد، وإذا ما حاولت الفرار فإنك تعلم الآن أننا قادرون على أن نأتي بك ولو كنت في باطن الأرض. امضي نحن وراءك، إذا رأيته أدعه يأتي إليك، لا تثير الانتباه. تقدم الشاب نحو باب المحطة الطرقية، كان صديقه ينتظر. تذكر ميمون وجهه، كان يتساءل كيف السبيل إلى استرداد الحقيبة دون المرور عبر الشرطة. كان يراها معركة حاسمة لا مجال للتنصل منها. نادى عليه صاحبه، تقدم بضع خطوات وما أن صار في المتناول حتى أمسك به ميمون. قال له: لا تحاول الهروب أو الإنكار،
صاحبك اعترف بكل شيء، أين هي الحقيبة؟ صمت. عاد ميمون ليسأل: أين هي الحقيبة؟ سأقول لك، لكن اتركني. لن أتركك. في غفلة منهما وبسرعة البرق استل سكينا من بين كتفيه وصار يهددهما. أتاح له عامل المباغة ولصاحبه أن يفرا. حاول ميمون اللحاق بهما ولكنه توقف بعد بضع عشرات الأمتار. عاد إلى صاحبه يلهث: لقد فر. ظل مكانهما عدة دقائق قبل أن ينصرف إلى حي الملاح. كانت الساعة تقترب من 11 لما وقف بباب عزيوز. كان قد استيقظ لتوه، وكما فعل بالأمس أدخلهما تلك الغرفة. أخبراه بأنهما صادفا الشابين اللذين يشكان فيهما وأنهما أفلتا منهما. ضحك عزيوز وقال: هل تظنان أني لم أعلم بمغامرتكما؟ نظر إليه ميمون بعينين جاحظتين، لم ينطق بكلمة. إذ ذاك قال عزيوز إن الحقيبة ستكون حاضرة بعد أقل من ساعة. أبلغهما أنه سيقتطع نسبة 10% لقاء خدمته، لم يمانع. جيء إليهما ببراد شاي وبضع حلويات، وبعد أقل من ساعة أدخل الشابان اللذان أفلتا من قبضتهما. كان مطأطئي الرأس. قال عزيوز: سوف أعتني بهما شخصيا. لما أخرج وجيء بالحقيبة طلب منهما أن يعد ما بها وأن يتفقد أشياءهما الأخرى. كان المبلغ منقوصا ب25,000 درهم. ودع عزيوز. كانت الحافلة المتجهة إلى الحسيمة والناظور ستنطلق في 5 مساء، وقد أقسم ألا يبرح مقعديهما حتى يصل جماعة إسج. خميسة. على شاشة التلفزيون الكبيرة التي شدت إليها أنظار زبناء مقهى في شارع طارق بن زياد، ظهرت امرأة تقدم بها العمر توجه نداء من أجل العثور على ولدها الذي اختفى منذ 20 عاما. ثم ظهرت صورة طفل قد يكون في 12 أو 14، ويبدو أن الصورة أخذت من صورة جماعية. قالت المرأة إن اسمها حادة بنت عبد الله صويلح، وإنها تسكن الفقيه بن صالح، وإن ابنها الذي اختفى قبل نحو 20 عاما يسمى عبد اللطيف بن حمد الطيبي. لم تضف المرأة شيئا إلا أن دعت بالرحمة لوالدي من ساعدها في العثور على ابنها ذاك. ظهر على الشاشة رقم هاتفي يرجى الاتصال به لتقديم كل معلومة مفيدة. وبينما ظل أغلب الزبناء يتابعون بقية البرنامج، نهض أحدهم من عمق المقهى وخرج بعد أن دفع للنادي لثمن الشاي الذي شربه. نحن في سوق 4 الغرب في يونيو من العام 2006. كانت الساعة تقترب من 10 مساء لما غادر الرجل المقهى. أخذ وجهة محطة القطار، ثم قبل أن يصلها سلك 4 أزقة ومضى إلى سكن يشغله في منزل هناك. لم يكن متزوجا، وقد استقر في ذلك السكن منذ 4 سنوات. الجميع في الدرب وفي ذلك المطعم الشعبي الذي يعمل به ينادونه حميدة، قليلون هم الذين يعرفون لقبه العائلي الطيبي، وأقل منهم أولئك الذين يعرفون أن حميدة غريب استقر في سوق 4 الغرب قبل 10 سنوات. في النهاية قبل أن يشق الطريق السيار، كانت مدينة سوق 4 الغرب محطة هامة للمسافرين إلى الشمال أو الوافدين منه إلى الوسط والجنوب، ولذلك ازدهرت الشوايات، تلك المطاعم التي تخصصت في تقديم لحم الغنم المشوي على الفحم الخشبي. في تلك الليلة لما آوى إلى فراشه بكى حميدة كما لم يبكي من قبل. وحده يعلم أن تلك المرأة التي ظهرت على الشاشة هي والدته التي لم يرها منذ 20 عاما. صورتها ظلت ماثلة أمامه. تقدم بها العمر. لما غادر المنزل للمرة الأخيرة في العام 85 أو 86 900 وألف، لم يعد يذكر على وجه التحديد، كانت لا تزال تحتفظ ببعض من نضارة الشباب. كانت في 45 حسب تقديرها هي، وكانت على قدر من الجمال جر عليها غيرة بعض الجارات.
تذكر أنه لم يدون الرقم الهاتفي الذي ظهر على الشاشة، وكان يود لو يتصل بها ليسمع مرة أخرى صوتها ويعتذر. ثم يتساءل، وهل تقبل الاعتذار بعد كل الذي صار؟ في تلك الليلة رآها في المنام، رآها كما كانت لما غادر الفقيه بن صالح، ولما استيقظ أول بطريقته الحلم، وقال لنفسه إنها لن تغفر له ما فعله، كذلك أول حلمه. هيأ نفسه ومضى إلى المطعم حيث يعمل. بالنسبة إليه يكاد يكون مستحيلا الرجوع إلى الفقيه بن صالح، وهو هنا في سوق أربعاء الغرب رجل نكرة لا يعلم من هويته إلا حميدة، كذلك ظن، ولم يكن لديه ما يدفعه إلى أن يظن خلاف ذلك. أكثر من ذلك، هنا في المطعم لا يحمل هما لمأكل أو مشرب، وما يحصل عليه من أجر ومن إكراميات الزبناء الذين يرجونه إتقان شيء ما يشترونه من لحم، لا ينفق منها إلا سومة الكراء وشراء الملابس، وقد تمكن الآن من أن يوفر مبلغا محترما، وفي آفاقه مشروع هجرة إلى الشمال، إلى إيطاليا التي هاجر إليها الكثيرون من أبناء مدينته الفقيه بن صالح. كان يقول إنه بعد الهجرة إلى إيطاليا سيعود إلى الفقيه بن صالح ويتزوج ويقيم عرسا لم يشهد الحي مثله من قبل. ما كان يغفله حميدة أو عبد اللطيف من حساباته وهو متمسك بحلمه الكبير ذاك أنه اقترب من الأربعين. في ذلك اليوم في ساعة الذروة، ساعة الغذاء، تقدم إليه زبون يطلب منه أن يولي اهتماما لقطع اللحم التي جاء بها من عند الجزار الذي يحتل ركنا في المطعم. نظر إليه حميدة وهو ينصت إليه ويتمتم بعبارات يعني بها الاستجابة لكل ما يطلبه الرجل، ولم يثر لديه استغرابا أن يناديه باسم حميدة، فقد اعتاد أن يتعامل معه الزبناء بخطاب لا يخلو من تودد وينادونه بالاسم الذي يناديه به الجميع حميدة. مضى الزبون إلى حال سبيله بينما انهمك حميدة في ترتيب أصابع الكفتة على الشبكة الحديدية التي صارت قضبانها سوداء لفرط ما احترق عليها من شحم ولحم. ثم وكأن جرسا رن في ذاكرته خيل إليه أنه سبق أن رأى ذلك الزبون من قبل، ولكن يكاد يجزم أنه لم يقابله هنا في سوق أربعاء الغرب، وقد قرر أن يسأل الرجل من أي منطقة هو، وكذلك فعل عندما حمل الصحن الذي وضع فيه أصابع الكفتة، وقد شجعه على سؤاله أن الرجل كان وحيدا. اسمح لي يا عم، أظن أنني رأيتك من قبل، من أي جهة أنت؟ نظر إليه الرجل مبتسما وهو يمسك بخبزة مستديرة يهم باقتطاع لقمة منها. أنا من الفقيه بن صالح. أربكه ما سمع، ثم تدارك الموقف وهو يضع قنينة ماء معدني مستعملة ملئت من صنبور المطعم. أخوالي من الفقيه بن صالح، لدي خالة هناك تسكن في ولاد يحيى. سبحان الله، أنا أيضا من ولاد يحيى، ولكنني أسكن في المدينة الآن. وما اسمها خالتك؟ حدة بنت عبد الله. أنا لا أعرفها، فقد ولدت هنا في سوق أربعاء الغرب. كان الرجل قد بدأ في تناول وجبته، توقف وقال، مسكينة تلك المرأة، تغيرت أحوالها كثيرا، ساءت منذ أن اختفى ولدها الوحيد. نعم يا عم، أعلم، اسمه عبد اللطيف، أليس كذلك؟ أظن أن اسمه عبد اللطيف. حتى لا يطيل في الحديث الذي قد يفضي إلى كشفه، تمنى حميدة للرجل شهية طيبة وعاد إلى داخل المطعم، ظن أنه ابتعد عن كل شبهة. ولكن الرجل لما فرغ من تناول طعامه جاء إليه يسأله، قل لي يا حميدة، إذا ما قابلت خالتك أقول لها إنك ابن من؟ من أخواتها. قل لها حميدة ولد مباركة. ودعه الرجل ثم انصرف. مر شهران على هذه الصدفة التي أكدت لعبد اللطيف أنه يستطيع أن يحصل على أخبار والدته إذا ما أولى اهتماما أكبر للعابرين من ذلك المطعم. في الآن نفسه أدرك أنه قد يكتشف أمره ذات يوم إذا ما لم يتخذ احتياطات كافية. في كل الأحوال
ما قد يحدث لن يكون سوى صدفة، كذلك وسوس لنفسه. ثم صباح يوم لن ينساه، كان يوم خميس، بينما كان يتفقد أحوال الموقد استعدادا لوصول الزبناء الأوائل، تقدم إليه رجل يسأله إن كان هو حميدة. لما أكد له أنه حميدة أبلغه بأن هناك من يطلب لقاءه. من؟ قال حميدة. هناك في السيارة. ألقى بنظره إلى حيث أشار الرجل، فرأى سيارة تشبه سيارات أجرة من الحجم الكبير، لا يستطيع من مكانه تبين من هم بداخلها. من يكون السائل؟ خرج من المطعم وتبع الرجل الذي جاء يطلبه، سبقه إلى السيارة وفتح الباب الخلفي. حين اقترب وقع نظره على وجهي امرأتين، إحداهما تلك التي ظهرت ذاك المساء على شاشة التلفزيون. استغرق بضع ثوان قبل أن يعي أنه لم يكن في حلم. أرادت المرأة التي غزت التجاعيد وجهها وظاهر يديها أن تنهض من مكانها، ولما لم تقوى صاحت: هو ذا ولدي عبد اللطيف. ثم أغمي عليها. التي بجانبها امرأة تصغرها لم يتذكرها، انحنى على أمه وضمها إليه وهي في غيبوبتها تلك. ثم جاء الرجل الذي كان بجانبه بقنينة ماء رش منها على وجه المرأة التي ما أن استعادت وعيها حتى عانقته بحرارة. على مدى أكثر من ربع ساعة لم تنطق بكلمة، ظلت تقبله وتعيد. التي بجانبها ظلت مكانها، كانت عيناها تدمعان. لما هدأت أم عبد اللطيف بدت وقد تحاشت كل عتاب في تلك اللحظات على الأقل. التفتت إلى تلك التي بجانبها وسألتها: ألا تذكرها؟ لا يا أمي، كانت المرة الأولى التي ينطق فيها كلمة أمي. هي خميسة. لم تكن بحاجة إلى إضافة شيء آخر. خميسة هي قصة هروبه هو قبل 20 عاما أو أكثر بقليل. هي ابنة الجيران التي عشقها ولم يتمالك نفسه ذات مساء، افتضها، وعدها بتدارك الأمر بالزواج منها، ولما علم أن أمه علمت فضل الهروب. 20 عاما بعد الذي حدث سيكتشف أن خميسة ما زالت تنتظره. لم تتزوج غيره، ولما توفي والداها استقرت مع أمه في بيتها.